هنروح دلوقتي مع حضراتكم وهنستعرض بقى يعني اهداف، هنستعرض الاول نتائج القطاع خلال الاسبوعين اللي فاتوا. ما شاء الله قطاع الناشئين عندنا في النادي الاهلي لعب مباريات كتيره خلال الاسبوعين، وكل النتائج ما شاء الله كانت فوز. ممكن عندنا مباراه واحده بس اللي كان فيها تعادل، كانت 97 الاهلي وحرس الحدود، لكن كل المباريات ما شاء الله عندنا فوز وبنتائج كبيره. بنشوف دلوقتي على الشاشه مع حضراتكم النتائج. عندنا الاهلي ووادي دجله 6-1 97، حرس الحدود والاهلي 0-0 97 0-0، الاهلي والانتاج الحربي 2-1، عندنا مواليد 2000 الاهلي والنصر 2-0، عندنا مصر التامين والاهلي 3-3، عندنا مواليد 2001 متصدر الجدول الداخليه والاهلي ونتيجه كبيره فوز الاهلي 6-1 على الداخليه، عندنا مواليد 2002 الاهلي وقتا دوري منطقه القاهره فوز كبير للاهلي 12-0، عندنا مواليد 2003 الاهلي وبيراميدز مباراه مثيره باحداثها وهنتكلم عنها دلوقتي 4-3 فوز النادي الاهلي بفوز كبير لمواليد 2003، عندنا مواليد 2004 الاهلي والطيران 10-0. ما شاء الله عندنا كل الفرق السنه دي محققه نتائج كبيره واداء مميز. هنروح دلوقتي نشوف احلى واهم الاهداف مع حضراتكم. هيعدي من الجانب الايسر، الجانب الايمن، الشادي عدى، اخترق يا ولد يا ولد، جول 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 جوه، جول عدى من الجانب الايمن، طه طه العرضيه، عبد الوهاب، جول 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 جول، هيلعب العرضيه، عدت جوه، جول، هدف اول للنادي الاهلي. لعبه اشار حكم اللقاء بيبا هدف التعادل، وابراهيم عبد الحكيم ويوسف، ابراهيم العرضيه، عدت وادي، هدف ثاني لنادي بيراميدز، داوود، جول جول جول. واحنا بنشوف دلوقتي الاهداف مع حضراتكم دلوقتي عندنا 2004 هداف المسابقة ميدو أسامة 8 أهداف في 3 مباريات، عندنا 2002 أحمد سيد غريب 5 أهداف في ماتشين، عندنا 2001 عندنا شادي رضوان وعبد الوهاب علي 6 أهداف في 6 مباريات، وعندنا 2000 العربي جمال 4 أهداف في 3 مباريات، وعندنا مسابقة 99 صالح نصر 4 أهداف، عندنا 97 يوسف علاء 3 اهداف في 4 مباريات. ما شاء الله عندنا كل الهدافين في جميع المسابقات كلهم من النادي الاهلي.